السلام عليكم، ازيكم كلكم؟ ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنعمل تقييم يو سي اس دي جافا سبيشاليزيشن على موقع كورسيرا. الكورسات دي مفيده جدا ولكن تعتبر متقدمه شويه، بحيث انها بتتكلم في البرمجه ذات التوجه والاوبجكت اورينتد بروجرامنج، كمان بتتعامل مع الجوي او جهه المستخدم الرسوميه. فانا انصحك انت تشوف تقييمات كورسات الجافا على القناه، بحيث تختار على حسب مستواك تختار الكورسات المناسبه ليك. فيلا بينا نروح نشوف الكورسات. بس قبل ده يا ريت لو لسه ما اشتركتش تنزل تحت تعمل اشتراك وفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير مع اصحابك، ويلا بينا نشوف الكورسات. تمام يا شباب، هي دي كورسات السبيشاليزيشن. كورسات فيها حوالي السبيشاليزيشن فيها حوالي 5 كورسات. تمام، واخر كورس ده ممكن تاخده بالمجان لو خلصت اول 4 كورسات واخدت الشهاده. تمام، فانت خلص اول 4 كورسات وخد الشهاده، هتلاقي الكورس ده ان شاء الله اتفتح لك بالمجان، تاخد الشهاده بتاعته وخلصه بالمجان، مش شرط انت تقدم فيه لا عمل ولا حاجه. تمام، اول كورس معانا اللي هو اوبجكت اورينتد بروجرامنج ان جافا، بيتكلم عن الاوبجكت اورينتد بروجرامنج من اسمه طبعا، وبيتعمق بقى بس في الموضوع شويه، بيتعمق شويه بحيث ان هو بيتكلم مثلا عن الوراثه، وبيعلمك ازاي تستخدم الداتا اللي عندك عشان تعرضها بشكل كويس كصوره مرئيه مثلا، او مش مجرد ارقام بس وخلاص موجوده عندك في الداتا. فالكورس ده جميل جدا، وانت هتعرف مثلا باستخدام الكورس ده يعني ايه، هتعرف تعمل خريطه بتعرض المواقع معينه، شبه مثلا اكتر الاماكن اللي حصل فيها زلازل او اقوى الزلازل اللي حصلت في فتره معينه وهكذا يعني. وتبقى كمان الخريطه بتبقى تفاعليه يعني شبه خرائط جوجل والكلام ده. فهو كورس جميل جدا، وبيعلمك كمان الجوي او واجهات المستخدم الرسوميه، فيبقى كويس جدا الكورس ده. تمام، تاني كورس معانا هو داتا ستراكشر بيرفورمانس. الكورس ده بيعلمك ازاي تعمل داتا ستراكشر من الصفر، يعني داتا ستراكشر شبه ايه، شبه مثلا الاري ليست، الاري لينكد ليست، الباينري تري، كل الداتا ستراكشر ديت انت هتعملها ان شاء الله من الصفر باستخدام الاوبجكت اورينتد بروجرامنج. فعشان كده بقول لكم لازم تكون ايه يعني متمكن شويه من الاوبجكت اورينتد بروجرامنج عشان تفهم هو بيقول ايه. تمام، وكمان بيعلمك البيج او نوتيشن، اللي هو دي عباره عن طريقه ان انت تعرف فيها مدى سرعه او مدى كفاءه الالجوريزم اللي انت حطيتها ديت، الخوارزميه اللي انا حطيتها ديت مفيده فعلا ولا لا، هتستهلك عندي موارد كتيره ومش هتبقى مفيده والكلام ده. تمام، تاني كورس بقى بيتعمق اكتر واكتر، يعني اللي هو ادفانسد داتا ستراكشر ان جافا، يعني بيعلمك بقى اللي هو الجراف الجوريزم ماشي، وازاي تطبقها من الصفر من نفسك وكل الكلام ده. فبرضك الداتا الادفانسد داتا ستراكشر دي مهمه جدا يعني صراحه، يعني هو بيتعمق جدا في الموضوع ده. تمام، رابع كورس معانا اللي هو ماستر ان سوفت وير انجينير انترفيو، من اسمه بيعمل انترفيو مقابلات مع مهندسين شغالين في شركات كبيره شبه مثلا شركه جوجل، وبيعرفك ازاي مثلا تثبت مهارتك في المقابله او الانترفيو اللي هتعمله في الشركه، وايه هو الغلطات اللي لازم تتفاداها والحاجات من ديت وكده، وازاي تطور من نفسك وازاي تطور من قدراتك والكلام ده. فهو دي مهم جدا، يعني ايه بيعلمك بعد ما تخلص الحاجات من ديت وكده ان شاء الله، يعلمك ازاي بقى تقدم على شركات والكلام ده وازاي تستفاد من الكلام ده. تمام، اخر حاجه هو الكورس الاخير ده عباره عن طبعا مشروع ختامي، يعني بيعلمك بقى ازاي تستفاد من كل الحاجات اللي انت خدتها في السبيشاليزيشن ديت، وازاي تعملهم كلهم في مشروع ختامي واحد، تقدر مثلا تقدمه كسي في او تقدمه كمشروع مثلا وانت رايح تعمل انترفيو كده. فهو المشروع ده مهم برضك، وانصحك انت تاخده كده. تمام، الميزه بقى الكبيره في الكورسات اللي احنا قلناها دي كلها ان الكورس فيه تمارين كتير جدا، وكمان بيبقى عندك مشروع معين بتفضل تبني فيه جزء جزء بعد نهايه كل اسبوع من الكورس، وكمان الشرح جميل جدا وبسيط. فانا انصحك انت تاخد الكورسات ديت لو حابب تطور من مستواك مثلا، هتفيدك كتير جدا ان شاء الله. هو ده نهايه الفيديو بتاع النهارده، يا ريت لو لسه ما اشتركتش تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وتشير مع اصحابك، ويلا سلام عليكم.